بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا بكم طلاب مقرر أحياء 2، أنا الأستاذ السيد جهاد، وإن شاء الله اليوم هنبدأ في أول درس في طائفة البرمائيات. أهم حاجة بتميز البرمائيات هي ظاهرة التحول. التحول معناه إن الكائن أول ما بيخرج من البيضة بيكون له شكل خلاف الكائن البالغ خالص. على سبيل المثال الضفدع، أول ما بيخرج من البيضة بيكون له شكل يشبه السمكة تماما، بنسميه تور أبو ذنيبة. تور أبو ذنيبة ده ملوش أي أطراف، ليس له أطراف نهائي زي ما أنت شايف كده، وبيتنفس عن طريق الخياشيم زي السمكة بالظبط. ويوم بعد يوم بيبدأ في عملية التحول، بتبدأ الأطراف الخلفية تظهر، والديل اللي موجود له يبدأ يكسر، وبعد ذلك تبدأ الأطراف الأمامية تنمو ويتحول إلى ضفدع بالغ. الظاهرة دي بيسموها ظاهرة التحول، ودي بتميز طائفة البرمائيات، بمعنى إن الكائن اللي بيخرج من البيضة بتكون له خصائص مختلفة تماماً عن الكائن البالغ، من حيث الشكل ومن حيث طريقة التنفس ومن حيث التغذية. أما الكائنات اللي بتنتمي إلى مملكة البرمائيات فهي الضفادع، العلاجيم، وسمندل الماء العذب، وكائن السلمندر، بالإضافة إلى بعض الديدان عديمة الأطراف. الكائنات اللي أمامك دي بتشترك في إن لها 4 أطراف، وكذلك بتشترك بأن الجلد عموما بيكون رطب ولا يوجد عليها أي قشور، وبتقدر تعمل عملية التنفس من خلال الجلد أو من خلال الرئة أو من خلال بطانة الفم. التغذية في البرمائيات بتكون مختلفة شوية. لو هنتكلم عن التغذية يبقى لازم نتكلم الأول عن اليرقات، اليرقة اللي هي الصغيرة اللي بتبدأ مرحلة التحول. لو ركزنا مثلا هنلاقي إن يرقة الضفدعة بتعتمد في غذائها على الأعشاب لحد ما تنمو وتديني الضفدعة. أما يرقة السلمندر فهي بتعتمد في غذائها على أكل اللحوم. لكن في الحالتين كده كده الكائن لما بيكون بالغ بيعتمد في غذائه على اللافقاريات والفقاريات الصغيرة زي الحشرات اللي انتوا شايفينها أمامكم. من حيث طريقة إمساكها بتختلف، مثلا السلمندر ملوش ساق يقدر يمسك بها الفريسة، فبيعتمد في الفك على إمساك الفريسة. أما الضفادع والعلاجيم واللي ظاهرة أمامكم في الصورة بتعتمد على إنها تطلق لسانها اللي بيكون موجود عليه مادة لزجة وبتمسك في الفريسة، وفي ثواني معدودة بتكون الفريسة داخل مرحلة الهضم. بخصوص الهضم، تعالوا نتعرف على مكونات الجهاز الهضمي للضفادع. أول حاجة، الضفادع أو البرمائيات بشكل عام ليس لها غدد لعابية، يعني الفم غير موجود فيه لعاب على الإطلاق. لذلك أول ما الفريسة بيتم التهامها من خلال اللسان بتدخل مباشرة إلى المريء، من الفم للمريء وبعدين للمعدة، وهنا يبدأ الهضم، ويبدأ الأكل اللي اتهضم يروح مجرى الدم، والأكل غير المهضوم يتنقل من المعدة للأمعاء، ويبدأ البنكرياس يفرز عليه مواد كيميائية علشان يهضمه مرة تانية. في النهاية بيتحول الأكل غير المهضوم إلى قناة موجودة في نهاية الأمعاء اسمها المجمع أو المزرق. القناة دي بتتجمع فيها كل الفضلات اللي هتخرج الجسم، سواء كانت فضلات صلبة أو بول أو حيوانات منوية، كلهم بيتجمعوا في المزرق لحد وقت خروجهم. طب هل البرمائيات تقوم بعملية الإخراج؟ طبعا بتقوم بالإخراج من خلال وجود الكلى. عندها كلى؟ أيوة عندها كلى، وبتقدر تخرج كل الفضلات خارج الجسم بدون ما يحصل أي ضرر للكائن. طب الجهاز الدوري؟ الجهاز الدوري هنا مختلف شوية عن الأسماك. احنا قلنا ان الاسماك
بيكون فيها الجهاز الدوري له دورة واحدة مغلقة. الضفادع مختلفة في إن لها دورتين، يعني الدم بيمشي بمسارين. المسار الأول بيكون من الدم غير المؤكسج، بيروح يحمل الأكسجين ويرجع تاني للقلب علشان القلب يدخل الجسم. ولو تلاحظ شكل القلب مختلف، في الأسماك كان القلب مكون من حجرتين فقط، أما هنا القلب مكون من 3 حجرات، أذين أيمن وأذين أيسر وبطين، والبطون بيكون أسمك من الأذينات. من حيث الحواس، البرمائيات بشكل عام لها قدرة شمية قوية جدا، بتقدر من خلالها تشم المواد الكيميائية وتعرف ايه هي الكائنات اللي موجودة في الوسط المحيط، وكذلك بيكون عندها مخيخ مسؤول عن التوازن زي الأسماك. البصر مهم جدا في البرمائيات، لأنها بتقدر من خلاله تعرف الكائنات الفريسة اللي موجودة واللي بتطير بسرعات عالية. لكن لو تلاحظ إن العين بيكون موجود عليها غشاء اسمه غشاء رامش، الغشاء ده بيتحرك على العين كل فترة علشان يحميها من الأتربة ويظل يعني يجعل العين رطبة باستمرار، ولو الضفدع نزل في المية فالغشاء الرامش بيحيط بالعين علشان يحميها من الماء. أما على جانبي الجسم، على جانبي الرأس، فبيكون موجود غشاء اسمه غشاء الطبلة، الغشاء ده بيساعدها في سماع الأصوات الضعيفة، بيجمع لها كل الأصوات، وكذلك بيضخم الأصوات عندها. بالإضافة لوجود حواس مختلفة زي حاسة اللمس وحاسة براعم التذوق. طب هل الضفدع بيقدر يحافظ على درجة حرارة جسمه؟ الإجابة لا، الضفدع بيصنف على إنه متغير درجة الحرارة، بمعنى إنه مش بيقدر يحافظ على جسمه، لذلك هو باستمرار بيحتاج يوميا يجلس في الشمس مجموعة فترات علشان يكتسب حرارة يدفي بها جسمه طوال اليوم. أما عن بقية الخصائص مثل التقاسم والتنوع، إن شاء الله هنعرفه المرة الجاية مع بعض. معاكم الأستاذ السيد جهاد، أي تعليق أو أي استفسار سيبوه لي أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.